والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون، التحديات ما زالت مستمرة والانطلاقات ما زالت مميزة بفضل من الله تعالى ثم بجهود الرجال واللجان التي تعمل على أرضية هذا الميدان من هنا من عاصمة الميادين. أرحب بحضراتكم من جديد لانطلاقات سن الجذاع وسن الإبداع والإمتاع. هنا الشوط الثاني عشر، شوط ما قبل الختام ينطلق قبل لحظات، والشوط الذي يحمل في طيات القعدان الجذاع المهجنات الأصايل. تابع الأسماء المنطلقة والشعارات هنالك انطلاقة شاهين على أول المراكز بشعار هجن الرئاسة، وهنالك راشد بن محمد بالسمة المنصوري من ينطلق على صدارة هذا الشوط ويقدم لنا شاهين لحظات. ونتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، وتابع ثاني المراكز في هذه الأثناء وانطلاقة المركز الثاني من يتواجد هنا في موقع المراقبة والملازمة التامة. هنا انطلاقة شعار هجن الرئاسة، ونشوان على المركز الثاني تسلل إلى مقدمة الشوط عوض بن مبارك المهيري متواجدا على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين على ثاني المراكز، انطلاقة شاهينية مميزة هذا المساء بشعارات هجن الرئاسة. وهنا المضمر راشد بن محمد بالسمة المنصوري ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث المركز الرابع، وتابع رابع المراكز وانطلاقة في هذه اللحظات شاهين بشعار هجن الرئاسة. وانطلاقة هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي رابعا، أما خامس الأسماء وتابع شاهين في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي خامسا في مسادس الأسماء. وتابع شاهين في هذه اللحظات على المركز السادس هنا بانطلاقة شعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بسهيل العامري. سابعا في هذه الأثناء يتواجد شاهين بشعار هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وتابع اللي قادم على المركز الثامن في هذه اللحظات والمنطلق شاهين بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. وهنا فايز بن غفان بن حمد الجابري من يتابعه على مستوى ثامن المراكز. وتابع تاسع المراكز وننطلق في هذه اللحظات، نتابع اللي واصل على المركز التاسع في هذه الأثناء انطلاقة شاهين بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي من يتابعه. وعاشرا انطلاقة سراب بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم سهيل العامري من يتابعه. ولكن أعود من جديد أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون، بعد أن أنهيت النداء الأول للعشر المراكز الأولى، وهنا اللقطات الجميلة التي يقدمها مخرجنا العزيز في هذه اللحظات عبر قنوات ياس الفضائية، لأتحول من جديد إلى المركز الأول وأعود إلى اللي يقود زمام الأمور، اللي يمسك بزمام الأمور صدارة الشوط في هذه اللحظات مع شاهين. انطلاقة شاهينية كبيرة مع المستحيل بشعارات هجن الرئاسة يقدم المستويات الكبيرة في هذه الأمسية الجميلة لكل محبي وعشاق هذا الشعار. شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة بشعار هجن الرئاسة محمود وعفوا هنا المستحيل راشد بالسم المنصوري على المركز الأول والمركز الثاني المركز الثالث. نشوان على المركز الثالث في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة. الخبير ينطلق في هذه اللحظات عوض بن مبارك المهيري بخبرة السنين الطويلة والكبيرة رابعا في هذه الأثناء. وتابع من تسلل على المركز الثالث انطلاقة شاهين بشعار هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتسلل وينطلق إلى ثالث المراكز. البروفيسور متواجد في هذه اللحظات يقدم نفسه مضمر الجزيرة العربية. يا سلامي عليك. المركز الخامس هناك انطلاقة شاهينية كبيرة أيضا هنا بشعار هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن هناك المراكز الباقية تبتعد عن سيارة النقل. ولذا أنا أعود
ننطلق من جديد هنا مع هذا المنعطف، المنعطف الأخير المؤدي إلى طريق المستقيم إلى المنصة الرئيسية. الله الله، إذن هذه هي لوحة الكيلو والنصف الكيلو، 1500 متر، وشاهين على مقدمة الشوط، شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول هنا بشعار المستحيل، هنا وبشعار هجر الرئاسة، هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري، أسد الوثب ينطلق على أول المراكز في هذه اللحظات. المركز الثاني أتابع شاهين على المركز الثاني، وانطلاقة شاهين على مستوى ثاني المراكز بشعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، هنا أيضا شعار الخبير بدأ يتحرك، بدأ ينطلق مع نشوان عوض بن مبارك المهيري، تسلل في هذه الأثناء وانطلق إلى صدارة الشوط انطلاقا واضحا وملموسا. الكيلو الأخير في هذه اللحظات، وهنا الخبير على مقدمة الشوط بشعار هجن الرئاسة، هجن الرئاسة على المقدمة وعلى الصدارة. الشعارات الحمراء دائما في هذا الموقع، دائما في هذا المركز يا أخواني، على صدارة هذا الشوط. ونشوان نشوان نشوان على أول المراكز، نشوان عوض بن مبارك المهيري يقدم خبرته الكافية في هذا الشوط، ولكن هنا 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 شاهين على المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور يقدم شاهين على المركز الثاني، ولكن نشوان 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 وشاهين تسلل من الجانب الآخر. انطلق شاهين في هذه اللحظات مع اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز والناموس بالشعار الحمر، شعار الخطر الذي دائما يمر ويعبر إلى هنا بر الناموس وبر الإنجازات وبر الناموس وبر هنا الرموز الكبيرة. نعم هنا بشعارات المضمرين الكبار، اختلفت الشعارات واختلفت أسماء المضمرين، ولكن الناموس واحد والمقصد واحد. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين، هنا هجر الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل نشبان، هنا أيضا بشعار هجر الرئاسة عوض بن مبارك المهيري، وثالثا في هذه الأثناء وتابع اللي واصل على المركز الثالث، هنا شاهين بشعار راشد بن محمد بالسم المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من رابع المراكز، ووصول شاهين هنا بشعار هجر الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، وخامسا وصل شاهين بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمد آل مكتوم حمد بن ضيف بن غدير الاختمي. والتوقيت الزمني في هذه اللحظات، نتابع التوقيت الزمني لحظات وصول وفوز شاهين بالمركز الأول. إذن التوقيت الزمني لحظات، ونتابع المركز الأول، وهنا لحظات وصول شاهين بشعار هجر الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، والتوقيت الزمني 9 دقائق. هنا لحظات الوصول 4:25 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصل نشوان بشعار هجر الرئاسة عوض بن مبارك الميري على المركز الثاني، 9:25 وتسعة أجزاء من الثانية. أما ثالث المراكز وصل شاهين بشعار هجر الرئاسة، وهنالك راشد بن محمد بالسم المنصوري هناك على ثالث المراكز لحظات، ونتابع توقيته الزمني لحظات توقيت وصول وفوز شاهين في المركز الثالث، وهنالك التوقيت الزمني العمدة هنا 9 دقائق، وهنالك أيضا الثواني في هذه اللحظات. نتابع وصول شاهين 9 دقائق 41 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.